بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي متابعين الجمال في كل مكان، اتأخرت عليكم شوية بس رجعت لكم تاني الحمد لله رب العالمين بأكلتين حلوين جدا جدا جدا. يلا معايا نشوف الفيديو. معانا طماطم وبطاطس وفلفل أخضر من بلدي الحامي الجميل بتاعنا، ومعانا بصل. تعالوا شوفوا البصل، أنا قطعته وحطيته في الطاسة اهو بيتعمل. هنحمره شوية كده، يعني هنصفره البصلة مع معلقة سمنة ومعلقتين زيت. البصل بتاعك بقى لو عايزاه يتحمر بسرعة أو تصفريه بسرعة، تحطيله حبة ملح وحبة فلفل، يعني معلقة ملح كده اهو، ونجيبه كمان معلقة فلفل اسود. دلوقتي البصل بيصفر اهو، هيبتدي يدبل مع الملح والفلفل الاسمر. الكلاوي بتاعتنا نص كيلو كلاوي، او زي ما انت عايزه الكميه براحتك. طبعا شطفينها وتعصر عليها ليمونتين كده، معلقه خل مثلا، وتحطيها بقى ايه لما البصل يصفر. هنستنى شويه بصلة تصفر، نحط معاها معلقة ثوم مهروسة، معلقة ثوم مهروس أو ثوم مقطع براحتك برضو. معانا بقى دلوقتي معلقة ثوم مفروم أهو، أو ثوم مهروس أو ثوم مقطع براحتك خالص. وبعد ما البصلة تصفرت هنحط الثوم. خلي النار عندك متوسطة كده، هو طبعا قوام الثوم بياخد لون ذهبي مع النار، فما تغيرهوش بسرعه بسرعه كده. هننزل بنص كيلو الكلاوي بتاعنا، مصفيينه ومعصور عليه ليمون ومعلقه خل، طبعا مشطوف من الاول. طبعا بنقلب الكلاوي اهو. دلوقتي الكلاوي هتاخد لون وتنزل الميه بتاعتها، ترجع تشربها تاني ونكمل بقيه طبختنا. بقى انا بعمل مع الاكله دي رز بالشعريه. نحط الرز دلوقتي، نحط ميه مغليه، انا بسخن ميه وبحطها فوق الرز، ومبحطلوش ميه بارده، طبعا على معيار الرز. انا طبعا علشان الموضوع بقى بالنسبه لي سهل يعني، فبحط فوق الرز بحوالي يعني نص عقله صبع كده او سنتي. حطي فوق الرز بسنتي. دلوقتي الكلاوي اهي خدت نص السوى وشربت الميه اللي كانت منزلاها. هننزل عليها بالطماطم، طماطم معصورة بقى أو طماطم مقطعة، أو معلقة صلصة مع الطماطم، أو صلصة لوحدها أو طماطم لوحدها، كل ده ماشي معاكي حلو إن شاء الله. نزلنا بالطماطم، هننزل دلوقتي بشرايح البطاطس أو مكعبات زي ما انتي بتحبي البطاطس يبقى شكلها ايه. طبعا هنبصها كده، الطريقة دي بتخلي الكلاوي معاكي طالعة بتدوب دوب كده في البق، تبقى جميلة جدا جدا. بس هنزود لها طبعا كوباية مية مغلية. عشان تستوي كلها بقى مع بعضها. تطلع أكلة جميلة إن شاء الله بالهنا والشفا. هنحط معانا بقى قطع الفلفل. طبعا قطع الفلفل دي اختياري. الناس اللي مش بتحب الحاجة حامية أو حراقة بلاش، كفاية الفلفل الأسمر موجود جوه الأكلة. بس طبعا دي حاجة بتدي نكهات كده وتحبيشة كده، بتطلع الأكل بيها جميلة أوي. وادي الرز بتاعنا أهو استوى،
وجميل. تقلبيه تقليبه كده، وطبعا تحطي له الملح بتاعه. من انت بتحطي الميه تحطي معلقه الملح بتاعتك او المعلقتين. معانا بقى الاكله الثانيه، هنحمر برضو البصله، وزي ما اتفقنا نرش عليها ملح وفلفل اسمر علشان تدبل معانا بسرعه وتصفر كده. صفرنا البصله اهو، حطينا معاها ملح وفلفل اسمر. هننزل بايه؟ حبة طماطم، طماطمتين او واحدة كبيرة. ادي الطماطم اهو استوت وجبلت برضو مع البصل. ننزل بقطع اللحمة المحمرة بتاعتنا. الاكلة دي بتبقى جميلة جدا جدا برضو مع رز. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نص كوباية مية كده علشان الطماطم واللحمه تاخد وتدي سوا زي ما انتوا شايفينها كده. ونغطيها ونسيبها ربع ساعه، هتبقى تحفه، او 10 دقايق يعني، سيبيها 10 دقايق هتبقى تحفه. اللي يخش قناتي لاول مره يساعدني باشتراك ولايك. ويلا حبايبي، بحبكم جدا جدا جدا. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.